هضرنا على الدراري اللي تيلعبوا الفري فاير اختي بديعه تي 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 تيضيعوا وقتهم وصافي شي اللي كاين. والاطفال ديجا الاطفال راه خطا بحال هاد الالعاب هادو كيولدوا غير العنف. انا ماشي ضد الناس يلعبوا بابجي وفري فاير، تقد وقتك ماشي النهار كامل وانت حاضر يا بابجي وفري فاير. الاطفال راه عمري 26 سنه كنلعب البابجي ليست الاطفال اخي، انما المشكل اللي بينك في هذا البلاد خويا. انا قلت لك الاطفال ما خصهمش يلعبوها، الله يرضى عليك افينو ما سمعتينيش مزيان، قلت لك الاطفال ما خصهمش يلعبوها، ولاد 6 سنين 7 سنين خصهم يعطيوها الاتساع. امين خو باغي ندير ديفلوبمون انفورماتيك وما عنديش بزاف مع الانفورماتيك، ما ديروش صافي دوسي تو سامبلومون. خويا امين انا معجب بك وعندي طموح، ولكن هراها اللعبه وكثر من اللعبه هراها تتبعدنا على بزاف ديال البليات، ولكن كما قلتي خصص له وقت. دابا ماشي قضيه راه انت دابا مساله انك غتبعد من البليات باش تبلا بواحد البليه اخرى، راه هنا ماشي راه هنا ما درتي والو، لان الالعاب الالكترونيه راه كذلك ادمان، راه هي ادمان العصر. فانت الا كنتي كدمن الكارو او لا كدمن الكحول ولا هذا، كاين اللي مدمن العاب الكترونيه وفي حد ذاتها راه ادمان. وملي كنهضر على شي حاجه اللي ادمان يعني شي حاجه اللي هي عندها واحد التاثير سلبي في حياتك، لانه هذه المرحله هذه ديال انت في عمرك 15 سنه 16 سنه 17 سنه 18 سنه 19 سنه 20 سنه، انت في واحد المرحله اللي كتكون فيها راسك صاحبي، كتكون المستقبل ديال 30 سنه ديال 40 سنه 50 سنه. الا مشيتي انت كتضيع وقتك النهار كامل، وملي كتحل عينيك وانت عاصر في هذيك اللعبه مع اصحاب، كل مشكله ديال بحال الالعاب ديال بابجي وهذا، كاين الميكرو هذا سوشيال اجتماعيه، لعبه اجتماعيه، مضيع وقت، تتلقى راسك ضربتي واحد ساعتين ثلاث سوايع ما كتحش بها، ايوا اليوم غدا بعد غدا هذا، غتلقى راسك وصلتي واحد 26 عام 27 عام ما درتي والو في حياتك، غتلقى راسك وصلتي 30 عام ما درتي والو في حياتك. إذا خويا باش دير مستقبل ديال 26 عام و 30 عام و 40 عام، راه خصك ديرو في المرحلة ديال 15 عام 16 عام 17 عام 18 عام 19 عام، حيت هادو هما السنوات اللي كيبنيو لك سنوات أخرى. واش متفق معايا ولا متفقش معايا؟ حيت أنت إلا مشيتي ضربتي 30 سنة ومشيتي وعند راسك أنت غادي تمشي غير تقرا داكشي اللي عند عاطيك المدرسة وغير هذاك الدبلوم اللي عاطاك المدرسة درستيها ولا هذا، وغتخرج لسوق الشغل وما تلقاش خدمه، تقول البلاد لا ما عطاتنيش، وراه انت خويا اللي ما عطاتيش راسك، لان فكو كنتي بالاضافه لديك القرار اللي كتقرا كتمشي تقرا حوايج اخرين كتديفلوبي سكيلز ديالك، غادي تلقى راسك انك في 40 عام 50 عام وصلتي لواحد النيفو. الالعاب الالكترونيه انا في الفتره ديال المراهقه ديالي كانت، وما كان ماشي المراهقه كان جيم بوي، ما عرفتش كاينين الناس اللي هنا تحيه للجينيراسيون ديالي، الناس ديال جيم بوي، جيم بوي بيض وكحل، الجيم بوي بيض وكحل جابو لنا الوالد في 1993، في 1993 ما كانش شي واحد بعدا عنده قليل اللي كتلقى عنده جيم بوي، ولا جيم بوي عطاه ليه واحد صاحبه قبل ما يمشي للحبس، يعني حنا اصلا فقراء، عرفتي شنو هي فقراء في واحد الوسط فقر عندك جيم بوي، عرفتي شنو هي جيم بوي ديك الساعة، يعني في هذيك الفترة فاش، ولكن واخا هكاك ما كانش عندنا، كانوا الوالدين ديالنا كيعطينا جيم بوي غير في العطلة. صافي هي فاش كنلعبو فيه كنلعبو ماشي كولور، جيم بوي بيض وكحل، كولور كولور راه جاي حتى لهنا وهنا، كان تعطينا نفس سميتو. ومن بعد كاع ملي تشرنا البيسي في 2000 تشرنا البيسي، ما كنتش غادي في داك الادمان ديال اللعب، كنمشي كنتعلم منه، وهادشي الحمد لله نفعني دابا. دابا انا في عمري 35 عام نفعني، حيت ملي كتهضر على واحد عنده واحد التجربه فيها قرايه فيها بزاف د الحوايج من 2000 لدابا، شوف شحال من سنه. لو كنت مشيت انا ضيعتها بقيت قابل انايا لي جو من هادي لهادي حياتي كلها دي جو، وكاينين الناس كاينين الناس اللي فلاش ديالي كانوا مدمنين ديال الالعاب، راه ما دار والو في حياته، راه ما دار والو، كان مدمن راه ما دار والو. دبر راسك دبر راسك، هادشي اللي غنقول لك دبر راسك، المهم انا قلت لك اللي كان ودبر راسك.
وكاين واحد النوع ديال الناس اللي هما فهمتي دوك الجيمرز اللي كيضربوا الصر دايرينها حرفه، هذيك هضره اخرى، هذيك هضره اخرى. كاين ثاني دوك لي جيمرز اللي كيضربوا الصرف، جيمرز كيضرب الصرف فهمتي، كيشاو تيديروا لي تورنوا وهذاك الشيء. ولكن انا وجهه نظري انا ما نقدرش نغامر اخويا، انا خصني حرفه، حرفه ناكل بها الخبز، خصني ناكل حرفه، نتعلم حرفه بعدا ناكل بها الخبز، تضمن حياتك. حيت الحياه راه ماشي ديما خصك دير دي بلون في حياتك، بلون ا بلون بي، راه ما كنتيش كتخدم بعدا انت في حياتك بلون ا وبلون بي راه غتصيد. خصك ديما دير حاجه، الا ما صدقاتش هذه تصدق هذه، تكون غادي بحال الفار، شتي الفار راه ما كيجيش ويدخل، كيبقى يشم فهمتي، تيمشي بحذر. هاكو خصك تكون بحال داك الفار، حيت الناس اللي كيكونوا معولين غير على حاجه وكيتقاتلوا غير على حاجه كيتصيدوا. خصك تضرب هاكو، تضرب هاكو، ضرب هاكو هاكو، ديما ابي ما صدقش لي هاد البلان غندير هاد البلان. نعطيكم مثال دابا، نفرضوا مثلا سيادنا على الانترنت تحبس في المغرب فهمتي، صافي تبعت تحبس في المغرب، تشقات عليا انا قاميد، راه عندي حرفه في يديا، عندي حرفه في يديا، غنمشي اخويا نخدم، انا غير نصاوب التليفونات ولا نصاوب غير البيسيات، راه انا عندي حرفه في يديا، ما غاديش نوحل. كاع نفرضوا حنا في اكبت الحالات، كاع اسيدي نمشي، المهم تكبات عندي حرفه، غندير شي غنرجع نريباري الالكترونيك كما كنت خدام مع الوالي، صافي نصاوبوا التلفازات ونصاوبوا، عندي حرفه ما غاديش نوقف. و تيقول لك الحرفه اللي ما تغني راه كتستر، ديما دير ا و بي، ديما ا و بي، نديرها ونديرها، ما صدقش هادي تصدق هادي، ما صدقاتش هادي نصدق هادي، باش تبقى ديما غادي سير في حياتك عارف اش كدير. بحال دوك الناس الثانيين اللي كيضربوا شويه ديال الصرف فهمتيني، تيقول لك واه شوف نخرب هذا، شوف عندي واحد 10 مليون دولار، المهم شوف مولاها ربي المصطلح، مولاها ربي شوف نطحنوها وديك الساعه يبان اش بغينا نديرو. وضفاك اصاحبي اش هاد العقليه هادي، خصك تمشي بحال دابا كيشري تيخرج طوموبيله دوبل في في هاد الوقيته ديال كورونا، حتى هو والله الا شفت البارح في الكراج تنهضر مع واحد بلوكا، قلت ليه دابا هاد الناس هادو اللي مخرجين دوبل في هاد الوقيته كيفاش كيفكر، واش الوقيته ديال تخرج طوموبيله دوبل في دفاك اصاحبي، واحد عامين جايه كاع ما عرفتي كي غدوز. ما خصش بنادم يبقى ديما وشوف كلشي بيد الله، شي في يد الله، في يد الله، هي كلشي بيد الله، ولكن راه الله ما قال لك كون حمار، في يد الله، وبنادم غير تيمشي غير في يد الله، هو ديما غادي في يد الله، تهضر معاه في يد الله، في يد الله، وشوف المهم نشطوا اليوم وناكلوا اليوم ونخسروا اليوم في يد الله، غادي هو غير في يد الله، وراه ما واش انت واش تيسحب فيها في يد الله، دير واحد المجهود في يد الله، ايه دير واحد المجهود في يد الله، تسخير من عند الله تندير، سيدي ربي قال لك اعملوا، خدام بعدا دير شي حاجه، وانت حياتك كامله غادي في يد الله، راه هذوك اللي غادي بحياتهم في يد الله، راه هو اللي كتلقى عنده 40 عام وباقي عاصر قدام الدرب في يد الله. هو كلشي عنده في يد الله، هو هادو راه من الاخطاء اللي كيوقعوا فيهم الناس، هادو هما من الاخطاء اللي تيوقعوا فيهم دوك اللي ما تيديروا والو في حياتهم، هادو هما الاخطاء